اس کے بعد میں مسابقے کے اگلے شریک جن کا رول نمبر ہے 23 ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. جزاك الله. آپ سے دوسرا سوال ہے. سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.